كرة تونسية ما عندها وين تمشي. الخلط هذا مش بيه ديكلاراسيون اشور معناها حاجه تهم البلاد نفرحوا بها انجاز اما اربيتر في ماتش انت راضي عليه ولا ماكش راضي بيه ما ندخلوش معناها حاجه محليه مع حاجه عالميه معناها تونس مرت ب 14 نقولوش معناها ما عندهاش علاقه نحكي بالعكس نفرحوا نقولوا معناها تونس مرت ب 14 حاجه تشرف حاجه باهيه بتحكي على الاربيتر ما تعطيش مقارنه بترتيب تونس في مرت ب 14 هكا ولا هو بون ما نجموش نخلطوا هذا في هذا لكن نتفهموا الغضب ونتفهموا انه الحسره على زوز نقاط ضاعوا لدرجه جديده في ماتش اليوم ايران والحكم سليم بن خواص ما كانش في مستوى الحدث هذاك من حق وين ينتقد ويقول من حق ولو انه صحيح لو انه بعض ممكن لو انه سليم بن خواص كان بالامكان ابعاده على المقابله هذه لانه كان زفر مقابلة النادي الافريقي واتحاد بن قردان وكان عليه ايقاف المقابلة بعد اصابة حمدة التويري ما تجنب هذايا وكان عليه قيل وقرب ما كان يرتحوا شوية ويبعد عن المقابلة هذه لانه ثم برشا كلام وبرشا برشا تأويلات الحقيقة والمقابلة هذه برشا كلمات صار بعدها وقبلها وبعدها وسمعنا حتى تصريحات وصلت لايمن شندول الحقيقة كان بالامكان معناها انه تفادي بعض الاشياء ونفهموا كلام تصريح لكن جرجيز ضيعت برشا فرص في المباراة عادت مباراة كبيرة برشا جرجيز الحقيقة تفرجها مباراة معناها لقيت جرجيز في الحقيقه براتيكمون في احسن حله معناها غاب عليها كان تجسيم خلقت عديد الفرص على موبيليزي معناها المدافعين الظهير الايمن والايسر صعدت باكثر من لاعب للهجوم ساندت الهجوم لاعبي وسط الميدان عطوا حلول عديده تسديدات الحقيقه ما كانتش فما برشا تركيز معناها قدام المرمى لكن خلقت 7-8 فرص سنحه للتسجيل على اهمها دقيقه 77 الشبيبه القيروانيه لاعبين ما تمرنوش برشا مش احسن حالاتهم استبسلوا في الدفاع عن مرماهم وعن الميثاق الرياضي عادوا مباراه متميزه كما في عديد المباريات مع فرق معنيه بالنزول كانت في المستوى كيف اليوم لعبت معناها ماتش على بورتي نتاع لي مويان نتاعها اكتويل خاطر الشبيبه تنجم تعمل خير من هكا حتى في مباراه النجم ما يظهرش بوجه كبير لكن اليوم الترجي جرجيس ضيع نقطتين هامين جدا في نفس احنا المقوله نتاع سي اسماعيلي اللي كونوا لاعبيه ضيعوا صحيح معناها نقطتين وهما ما سجلوش لكن تنجم كما قلت رازي معناها تنتقد الحكم بدون ما تدخل في متاهات اخرى ما عندهاش علاقه معناها بالمباراه لانه كل حاجه في طريقها. اول مره تغيب الهداف على ملعب حمد العواني فهمي ولا نيس اول مره واليوم حكينا على يعني على العامل البدني بالنسبه لشبيبه القيروان يعني تعودنا انه حتى ما يتمرنوش ينتصروا اليوم ظهر الفريق على الاقل فيزيكمون فما برشا تعب سيرتور باص على الاخره ممكن رازي بصراحه يعني الياس اسماعيلي صاحبنا واخونا ولعب معايا لكن نقول انا على الفرص اللي ريتهم اليوم ما نجمش نلوم كان على ملاعبيتك لانه اليوم كان معناها فرص كبيره برشا ما نجمش نلوم على الملاعبيه في البريسيون اللي عليهم تعرف انه موسي انه واحد يلعب من اجل تفادي نزول ضغط كبير على الملاعبيه لكن كي تجيك خويا فرص برا من جرجيس الكبار هذوما وما تجيبش تسجل وقتها الحكم دقيقه زايده ولا مش دقيقه ما فماش قرار ما ريناش ضربه جزاء ولا هدف ماهوش الاربيتر اللي نحى الكره اللي على الخط معناها لوم مش لوم لكن يلزم برشا خدمه قدام الكاج لانه فريق كما قال صادق من احسن مباريات جرجيس اللي شفناها اليوم ولو انت جرجيس تحصد قديه 6 نقاط في 4 مباريات دون هزيمه كافضل حصيله للفريق في بطولة الموسم الحالي تعليق صغير على الجمهور القرواني اللي شجع في جرجيس أنا بلعب يا جرجيس والجمهور معاك ما سمعتوش قال مع هذا كلام شندول صحيح التعليق هي أكيد شندول وجود الطيب شندول عنده لا الحقيقة مش نقول لك الرواية اللي وصلت معناها هو ثم مجموعة شق من جماهير شباب القروان تشجع في ترجي جرجيس تعاطفا مع جرجيس يقول لك ثم مجموعه من الجماهير يقول لك انا عندي ذكريات طيبه في جرجيس مشيت لجرجيس فرحوا بيا عندي اخواتي عندي اصحابي عندي احبابي ونمشي جرجيس فرحوا بيا وعملوا وقت المشاكل الشبيبه تلعب على تفادي النزول مشاو على لعبه مقابله ورحبوا بهم وفرحوا بهم ووقت وفات المقابله على روحها وصير الناس كل روحت على روحها ويشكروا في بعضهم وصحى يقول لك انا يا اخويا ما تعاطف مع جرجيس هذا محب على روحه يقول لك انا من حق نحب نتعاطف مع جرجيس وثم شكون لا يقول لك لا تلعب الشباب ويشجع في الشباب يقول لك خويا نحب الفريق نتاعي يربح مقابلته اليوم ما يهمنيش لا في بن قردان لا في جرجيس نحب نربح الماتش نتاعي هذا هي معناها باش نفسروا الوضعيه صحيح ثم تاويلات صحيح ثم كلمات اللي يمكن شراء ذمه لاعبين
كسوا ما نحبش نجبد معناها ثم شراء لازم تلاعبين كسوا منا ولا منا وثم تاويلات هذاك كله يقعد كلام اثباته لكن اللي صار اليوم التشجيع هذا باش نفسروا رازي راهو حتى في الخارج راهو موجود ثم توأم ما بين جماهير تاع زوج فرق مثال في ايطاليا الانتر ولاتسيو جماهير نتاعهم اصحاب واحباب يشجعوا بعضهم كي تبدا مثال الانتر تلعب على تيتر جماهير لاتسيو بدا يشجعوا في الانتر كونتر جمعيتهم لا هذيك عملوا موجود اما كي تلعب الانتر ولاتسيو ما ثماش جماهير الانتر يقولوا العب العب لاتسيو يقولوا ما يقولوش ما يقولوا بالبطل زين فريق مثلا ميلان ولا حاجه يمكن هذيك عملوا مدريد دون لو توك اللي يحكي لك خاطر وقتها الانتر تلعب معه مع الشامبيونان دونك لا مالغريس لا مالغريس لا سامحني مالغريس لا لاتسيو في التيران ربحت الانتر 4-2 في الشينكو ماجو 5 مي 2002 ولا بريفي من التيتر عطاتو اليوفي معناه يوريك في الجمهور حاجه وفي الميدان حاجه في الميدان حاجه به يا سيدي ناخذوا ترتيب والنتائج الكل كيفاش كانت نتائج الجوله 24 النادي الافريقي انهزم من بنزرتي 2 بلاش ملعب تونسي تعادل مع الساحلي 0-0 الاتحاد المنسيري انهزم من مستقبل جاب 2-1 تعادل 0-0 بين شباب القيروان ترجي الجرجيسي فوز نادي صفاقس على الاتحاد من قرنين 3 بلاش تعادل 1-1 بين ملعب جيرسي وترجي الرياضي نجم متلوي تفوق على اولمبيك مدنين 4 اهداف مقابل 0 الترتيب الترجي 57 نقطه في المرتبه الاولى بفارق 13 نقطه على صاحب المرتبه الثانيه النادي الافريقي والنجم الساحلي 43 نقطة لنادي صفاقسي في المرتبة الرابعة، المرتبة الخامسة الاتحاد المنستيري 35 نقطة، ب 31 نقطة نلقاو كل من نجم المتلوي النادي البنزرتي وشبيبة القيروانية، مستقبل جابس 29 نقطة في المرتبة التاسعة والمرتبة العاشرة الملعب التونسي ب 28 نقطة، توا الفرق يظهر لي اللي طبعا مازالوا يتسارعوا من أجل ضمان البقاء الملعب جيبسي 24 نقطة المرتبة 11 المرتبة 12 اتحاد بن قردين 20 نقطة صحب الترجي الجرجيسي والمرتبة الأخيرة لأولمبيك مدنين ب 17 نقطة نذكر أن الجولة 25 الترجي الجرجيسي يستقبل الترجي الرياضي التونسي النادي الإفريقي نجم المتلوي نجم الساحلي نادي أولمبيك مدنين النادي البنزرتي نادي صفاقسي الاتحاد المنستيري الملعب الجيبسي الملعب التونسي شبيبة القيروانية ومستقبل جيبس اتحاد بن قردين قبل ما نستقبله طبعا الكابتن يسر سعد الله والكابتن وحيد صالح في الموفيولا نعملوا ترتيحه صغيره مع تكتيك مع كل من حسام غراد وطبعا نضال عروس اكسبسيونيلمون باش نبداو التكتيك تاع اليوم بحدث عالمي واللي هو لو بري فرساي اللي كل عام يكرم أحسن المهندسين في العالم المرة هذية التونسي سلمولدي البناي تحصل على الجائزة بعد ما اللجنة تفرجت على ماتش رجيش والإطوال في الكوب جمعتين التالي في ماتش الكلوب ومدنين وزميلنا رمزي القلعي مع بداية الشوط الثاني اتحفنا بمقولة شهيرة الأسطورة ليفربول بيل شانكلي استحضر مقولة لأسطورة نادي ليفربول يعني بيل شانكلي يقول أنه ربما إذا كنت في مباراة كرة قدم وكنت أقابل زوجتي كنت ربما أكسر لها رجلها في المباراة بعد هالمقولة الشهيرة رمز رجع لحومته وعرضوا طحمته في رأس النهج بنتي باش تكسر ساق بنتي ملوحة عليك هي ساقيك حفيت باش تاخوها وتوا تحب تكسر لها ساقها الليلة تبات في دربها في نطاق التبادل الثقافي بين التلفزة التونسية ونظيرتها الفرنسية خذينا الجمعة اللي تعديت زميلنا من التلفزة الفرنسية أفيست تريبوليتان باش يعمل تجربة معنا وصار هذايا في ماتش مستقبل جابس والملعب التونسي ظهر لي ان بوان كي فا ميتر دو لورد دون لا ميزون ابري لي دو ديرنيغ ديفيت دون اون ا دوميسيل Et il y a un certain affaiblissement qui s'est passé quelque part, surtout au niveau du milieu du terrain et au niveau de la vitrine offensive. Un discours assez virulent envers les joueurs et tout ça, vu la situation. L'Uma, réaction salutaire, c'est tunisien. Il a l'air d'une à la fabrique, il a gagné le sac. Le jour où il est allé dans le bouton de Qataria, Youssef Lemsekni a fait les gammes croisées. Chez, il est allé à la maouche pour la Coupe du Monde. الحكايه هذيا فما شكون تنبا بها من شهر جانفي اللي تعدى. ثم اصابه ملعبي لاعبي وملاعبي هو معروف. اصابه تقلقوا في بدنه حتى هو مضروب وقلب مش يلعب مش يتدك نفسه.
يلزم هذه معلول يلزم يركز فيها قبل كل شيء. عتبه عتبه حسب الكارته يقول لك عندهم لاعب مش تعبوا مركز عليه معلول برشا مركز عليه برشا وملاعبي هذاي حتى عليه برشا عيون ومش يحب يتعبوا شوي. عتبه ورسمي بتي عتبه. في نفس الانترفيو زاده محسن قال جمله وتفكروها مليح. لكن ثم مفاجاه في منتخب تونس في كاس العالم 2018 معناها 2018 ثم خبر طيب باش يشرف تونس. يرحم والدين ولدي عايشك برومون عطات كلمه الله يرحم والدين ولدي. هاو يتنبع فهم يا هاو مش غلط حتى كالعادة ده ما هتلاقها حسابه صحيح وقتها معانا في الـ هو بزر غزر للكلاسمو وقتها ما تبدلش برشا طلع هو بيده من بعد وقتها مش يش يطلع كيما كالبول لبولب وكالاخطبوت وكالفار يطلع قبل ما تشوي كان ثم مفاجأ كان ثم مفاجأ أكيد طيب المسلم باس ويقاول قرد في الافيك دي سيد عملوا قرنيتها هو حسام سيعمل معها قبلوا فار هو حسام سيعمل معها انترفيو خبيها عنده حسين انا قلت له ما يجيش عديه توا باش نعرفوا تنبؤات صحيحه ولا لا قال تنبؤات اخرى ان شاء الله نحضروه ونعديوه في حصه قادمه ومن بعد كاس العالم نشوفوا هل صح التنبؤات نتاعو والا لا. اي مرحبا بك كابتن وحيد مساء الخير لكل المشاهدين ايش عندكم اليوم عندنا مبارتين شبيبه القيروان وترجي الجزيز شبيبه وترجي الجزيز نبدا باللقطه الاولى في هذه المباراه المهمة والتي قادها الحكم سليم بلخواص حكم الدولي. اللقطة الأولى فيه تهور من مدافع شبيبة القيروان طبعا خارج المنطقة هنا حسب اللقطة الموجودة أمامنا وتمركز الحكم كان جيد لكن التركيز غير موجود في هذه اللقطة خطأ لم يعلن عليه. خطأ آخر لم يعلن عليه الحكم بلخواص نشوفوها وهو وزوز كلهم قرب منطقة الجزاء نشوفها مرة أخرى تحت النظر نتاعو نشوفها مرة أخرى بصور بطيئة شوف الخطأ واضح وصريح وقرب منطقة الجزاء هوني فما لاعبين راهم مهاريين يعني بمثابة ضرب الجزاء حكم معنا على شيء في اللقطة لم يعلن على شيء وهوني سوء تركيز أكثر من سوء تقدير. هذا عندنا لقطات أيضا سريعة حاولنا خلاف في لقطة 2-1 شوف هذه اللقطة خطأ قريب من الحكم ما فهم شيء زيدا ولم يعلن عليه بالرغم قرب هل اللي يسمعني عنده حق يقول لك هذه الأخطاء حقيقة يعني تركيز أو أخطاء غريب نفس الشيء خطأ آخر بقرب من الحكم لم يعلن عليه وهذه الهجمة كاد تكون هدف معاكس لصالح القيروان يعني شوف الخطا الموجود يا سلوطه الخطا والحكم يواصل اللعب ونشوف الكره تتواصل وكاد ان يكون هدف لصالح شبيبه القيروان نتيجه لم يعلن الحكم لخطا لصالح ترجي الجرجيس. يعني يستغرب مثل هذه القرارات وخاصه في قرب الحكم في اغلب اللقطات يعني نشوف هنا احتجاج تفضل نعم كم هوني اخر لقطه هي احتجاج ترجي الجرجيس على توقيت مباراه توقيت البديل شوفوا لكن احنا ضد الاحتجاج صحيح لكن طريقه الاحتجاج نتاع مسؤولين ولاعبين جرجيسي كلهم يشيروا فما يمكن السبوره اللي تشير الى توقيت اخر دونك احنا صحيح ضد الاحتجاجات رجعنا للتوقيت اللي الاضافي هو 3 دقائق توقيت بديل الحكم سليم بلخواص صحيح ظفر معناتها انتهاء المباراه في 93 ولكن ديما شفنا اللي يشيروا اللي موجود فما توقيت على الاخطاء مع صحيح احنا ضد الاحتجاجات رازي نعطيك انا ولكن هي رده فعل كما قال لك انا شنو اللي صار نعم اللي وصل سليم بلخواص الكرونومتر نتاعو نعم. زيد 20 سكوندا على السبوره نتاع نتاع نعم. القروين وقال هو للقائد فريق جرجيس قال راهو عند ثم 20 ثانيه فرق بين اللي عندي انا واحد وقالوا مثلا هو الحكم هو المقاتل الوحيد في شيء معروف صحيح الوقت في الملعب ناقص 20 ثانيه ولا اكثر شويه ويبقى الحكم هو المقاتل الوحيد في المباراه اما في التلفزه كنت 93 في التلفزه صحيح لا احنا بنينا على التلفزه التلفزه صحيح
المباراة الثانية هي مباراة نادي الصفاقسي واتحاد بن قردان، شوفوا اللقطة لكن هناك المخالفات اللي ما زفرهمش هذوكم غريبة شوية. فعل احتجاجات زاد احنا قريب برشا قريب من كل الأخطاء ولم يعلن عليها. احنا ضد الاحتجاجات صرتوا حكم دولي معناها حكم دولي سليم باسم غريب معقول الأخطاء هذه. هذه مطالبة نادي الصفاقسي في الدقيقة السادسة بضرب الجزاء، نشوفوا بالصورة البطيئة سقوط اللاعب فارس شوات، طريقة السقوط لا وجود لالتحام أو دفع وبالتالي لا وجود لضرب جزاء، رغم أن اللمس كان من طرف شوات آخر من بس الكرة ولكن لا وجود إلى ضرب جزاء. أيضا في الدقيقة 16 مطالبة النادي الصفاقسي بلمسة يد، ولكن بصراحة الصورة حاولنا بقدر المستطاع شوف الصورة غير واضحة، لربما يكون فيه لمس لكن الصورة الكرة فيها تغيير بسيط، لكن اللاعب مضموم اليد او الذراع، امر الحكم بمواصله اللاعب الدولي نصر الله الجوادي وقرار صحيح لا يوجد حسب الصوره ركله جزاء. اللقطه الثالثه هي مخالفه لبن قردان ولكن الحارس رامي الجريدي ياخذ الكره صحيح يدخل هو ولكن هذه اقصى حد للصوره حسب الصوره، لو الكره لم تتجاوز الخط النهائي للمرمى صحيح ماذا بينا كان تكون كاميرا مع جانبيه، ولكن حسب الصوره لا وجود للهدف، لا وجود لهدف لان الكره لا تتجاوز خط المرمى. في الدقيقه 48 نادي اتحاد بن قردان يطالب بضرب الجزاء، لاحظوا رفع الكره هناك تنافس على الكره بين المهاجم والمدافع، يحدث سقوط المهاجم طبعا حسب الصورة لا يوجد ضرب جزاء، احتكاك طبيعي نتيجة التنافس على الكرة، ولكن هنا الحكم يعلن على ضربة ركنية غير صحيح، مفروض ضربة مرمى. آخر لقطة هي حالة تسلل غريبة نوعا ما، هذه الحالة تسلل نرجع لها بالصورة الثابتة، الحكم المساعد وائل عياد شوفوها عند الانطلاق، شوف اللاعب في نفس المستوى ثم واحد واثنين لاعبين معناتها خارج معناتها على بعد 3 متر بعد على ثاني اخر مدافع هوني حاله تسلل على حاله تسلل الحكم المساعد الاول، هكا علاش قلنا تسلل غريب معناتها هوني والنتيجه 0-0 مازالت في في 50 دقيقه فيها حتى شيء. نعم ثم بعد الاهداف واضحه معناها اللقطه لعل زفر من بعد لا 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 صفر شعار نرجعوا له اعلن على تسلل هو المساعد عن على تسلل الغريب معناتها بعيده معناتها بعيده شوف زوز يعني. ثانيا هما نفس المستوى معناتها هوني اشياء ساعات يقولوا وين التركيز مش سوء تقدير هوني نبهناهم احنا زمرايت صح مزوز مباريات متلفزه كهو بالنسبه للجماعه هذه. شكرا لكم يعطيكم الصحه لين نكملوا مع نشوفوا اخبار محترفينا شو عاملين في مختلف البطولات مع عبد الرحمن العش نضال عرب. في الجولة الختامية من الدوري السعودي الممتاز نادي الاتفاق يحقق فوز ثمين على التعاون 3-2، الدولي فخر الدين بن يوسف سجل 4 أهدافه خلال 8 لقاءات، مع العلم أن الاتفاق عبر عن رغبته في مواصلة التجربة مع المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف الموسم المقبل. نادي أحد فريق المهاجم التونسي هشام السيفي تواجد في المرتبة 14 خلال الجولة 26، والهزيمة ضد أهلي جدة صاحب المركز الثاني هدف مقابل صفر، وتزامن مع نهاية تجربة المدرب ماهر الكنزاري مع نادي أحد. الشباب اتعادل مع الفيصل 2-2 وأنهى الدوري في المركز العاشر. الحارس فاروق بن مصفى قضى موسم ناجح مع خوضه 26 لقاء، وتعرض لإصابة في اللقاء الأخير ضد الفيصلي وعوض الحارس الاحتياطي عبد الله السديري في الدقيقة 64. الباطن أحرز التعادل مع الفيحاء هدف مقابل هدف، والبقاء في دوري المحترفين للزملاء أيمن المثلوثي الحارس الدولي التونسي اللي كان أساسي للجولة الثانية على التوالي، حيث أنهى الباطن الموسم في المركز 11 مع مشاكل دفاعية كبيرة من خلال قبوله 46 هدف وتغييرات في الإطار الفني. في البطولة الفرنسية والجولة 33 وهبي الخزي لعب أساسي مع رين للمرة 21
وأقحم صبري لموشي كقلب هجوم في الفترة الأولى ضد ميتس صاحب المركز الأخير. مردود ممتاز واندفاع ورغبة في إحداث الفارق مع طموح ران في لعب مسابقة الأوروبا ليج الموسم المقبل. الدولي التونسي تعرض لتدخلات قوية أثناء اللقاء من مدافعي ميتس رافييريز وسليموفيتش، بالإضافة لتألق حارس ميتس الدولي الياباني كاواشيما أمام وهبي الخزري خاصة في الكرات الثابتة. هزيمة مفاجأة لران 2-1 ضد ميتس صاحب المركز الأخير رغم المبادرة بالتهديف في الشوط الأول عبر بوريجو، وهي الهزيمة الأولى بعد 8 لقاءات. ديجان حقق تعادل ثمين في نانت هدف مقابل هدف. المدافع أسامة الحدادي ومتوسط الميدان نعيم سليتي كانوا حاضرين في ملعب لابوجوا في تشكيل دلوغريو خاصة بعد الفوز الأسبوع الماضي في تولوز. نعيم سليتي متوسط الميدان الهجومي تألق وكان مصدر هدف التعادل المسجل من كوان المهاجم الكوري الجنوبي في الفترة الثانية بعد مجهود فردي للدولي التونسي. مع العلم أن نعيم سليتي سيبقى في ديجان خاصة مع فرضية نزول فريق الأصلي ليل للدرجة الثانية. على عكس المباراة الماضية ضد ران، لوسيان فافر شارك بسام السرار في منذ البداية إلى جانب بليا وسام ماكسيما في خط الهجوم في مباراة نيس وأنجي خارج الميدان. بسام السرار في لعب 75 دقيقة وتعادل نيس مع أنجي هدف مقابل هدف وخسارت نقاط ثمينة لتشكيلة فافر في مشوار التأهل للأوروبا ليج. مونبولي عرف هزيمة مفاجأة 3-1 على ميدانه أمام بوردو في حوار التأهل للأوروبا ليج. الياس السخيري الدولي التونسي وقائد مونبولي سجل الهدف الوحيد هو الرابع هذا الموسم خلال 30 لقاء. في نفس الجولة هزيمة جديدة لتروا هذه المرة على ميدانه أمام أولمبيك مارسيليا 3-2. سجلنا حضور سيف الدين الخاوي من جانب تروا ومدافع أولمبيك مارسيليا أيمن عبد النور في الدقائق الأخيرة لهذا اللقاء. في الدرجة الثانية الفرنسية الحارس الدولي مواس حسان استرجع مكانه في شاتورو بعد غياب الجولة الماضية أمام أجاكسيو وفوز تشكيلة المدرب فاسور في تور هدف مقابل صفر والتواجد في المركز السادس. في نفس الجولة 33 يوانتوس غار سجل هدف الأول لسوشو في نيم والانتصار 2-0 لسوشو. قلب الهجوم التونسي حمدي الحرباوي سجل رباعية مع زولد فاريغام ضد موكران خلال المرحلة التأهيلية في بلجيكا للأوروبا ليغ. الدولي التونسي سجل لحد الآن 14 هدف خلال 22 مقابلة في كل المسابقات مع أندرلخت وزولد فاريغام هذا الموسم ويبقى أفضل هدف تونسي في أوروبا في البطولات في الدرجة الأولى برصيد 72 هدف وسبق لحمدي الحرباوي تسجيل رباعية في البطولة البلجيكية موسم 2015-2016 مع لوكيرن بعد العودة من تجربة مع نادي قطر. اخبار بيه بلحام على ملاعبتنا بصفة عامة سجلوا كلهم قاعدين يلعبوا شاركوا. نبدأ بحمدي الحرباوي اللي كملنا به اللي هو في فورمة كبيرة برشا يسجل 4 أهداف سوبر هاتريك مع زولت كونتر موكران معناها من أحسن اللاعبين حاليا في البطولة البلجيكية الدرجة الأولى. دونك حل من الحلول اللي نجم يلقاه نبيل معلول في غياب قناص آخر بخلاف الخنيسي قلناها وعودناها برشا مرات. بالنسبة لليغ أون فرانسيز مرة أخرى الحدادي وسليتي معناها يبليو البالي الحسن مع فريقهم ديجان ضد نانت يوفر مباراة هدف مقابل هدف يلعبوا براتيكمون مباراة كاملة جست اللي كونه سليتي يلعب رقم 10 تحت لاتاكو ما برمي لي رار فوا مسنس يلعب معناها على الاطراف لعب مره هذه تحت لاتاكو كرقم 10 والخزري يلعب كرقم 9 معناها كقناص كراس حربه مع رين ويتعرض للكثير من الضرب مشي هو قناص يا اخي قتلوه بالضرب معناها فريمون اصابات كثيره جدا وخرج 3-4 مرات سور سيفيير وعاود رجع معناها فريمون معناها سيتي انشاس لوم يخسر هدفين مقابل هدف في ميدانه. دونك رود دو لوريون ضد ميتس هو الاخراني هدف حلو ياسر مسخيري وهدف حلو ياسر مسخيري والخاوي يلعب 10 دقائق عبد النور مالوريزمون ما كانش موجود مع مرسي في مباراه الاخر الكل يلعب 7 دقائق. نويوي كذلك تحكي على الاصابات لسعد نويوي لاعب تونسي ولاعب ديبورتيفو توليدو الاسباني كان تعرض لازمه قلبيه في التمارين
وتم طبعا حمله للمساحة. إلى حد الآن آخر الأخبار تقول أنه حالته مستقرة لكن حرجة خطيرة، حالة بالنسبة خطيرة لأسعد النويبي فهم إن شاء الله لا بأس، ولو أنه معناها الأخبار يقول لك في حالته في استقرار ويستناو ساعات جاية باش يطمنوا عليه. وحسب فرانس فوتبول يقولوا ستابل مي جراف بالضبط، معناها احنا نقولوا ان شاء الله لاباس لاسعد، لانه معناها نستغربوا الحاله اللي صارت له، سورتو انه يتعرض العديد من التحاليل، سورتو انه يتبعوه ويتبعوا في حالته، لكن هذا يصير للملاعب بتاع الكوره. ان شاء الله لاباس، هذاك حد لاباس، ان شاء الله نسمع خبير بها على اسعد الميمون ان شاء الله. فهمي استوري قبل بثلاث ايام عمل له سي جي لاباس، بعد بثلاث ايام ما قامش. اي معناها قلنا احنا ديما نسبق الخير. اي فوالا، معناها مش على خد فما تحاليل وفحوصات، راه فما دي مور سوبيت لي زون دو بلوس. نحكي لك ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس، ان شاء الله لاباس، ربي معاه وربي يشفيه. ماهر شنو امور حد بك في تونس هكا زيد؟ بون فيت التجربه مع النادي هذا ساغا تي مال اونتوندو مالوغوزمون في شنو هي سوء تفاهم هذا؟ نرجع على شنو؟ حاجه معناتها اكسترا سبورتيف لا فايده باش بالحق. انا وانت قلت اتمنى الاهلي يهز البطوله. ما قلتها سي فري، لكن كي تلعب مع الاهلي تقول سير الاهلي يهز البطوله. لا ما قلتهاش في جماعتها، لكن انا هما كبروها وكبرت الحكايه وخذت حجم اكثر من حجمها، دونك صارت شويه هكا دي دي. شد لسانك شويه انت زاد. لا ما عندهم شندول نتاع السعوديه شلق بها اليوم مع جماعه في البطوله. لا ما نلمش عمل اكثر منهم جرجيس عمل مال. مش هكا الحكايه، العمليه صارت معناتها ديكلاراسيون دوب ما وصلت انا عملتها يعني، فهمت؟ وتعديت 3 سمان قبل في الام بي سي عند في الام بي سي اسمها ايميسيون عند مستقدر، دونك كبرت شويه وخذيت اكبر من حجمها. لكن بعد صارت شويه محادثات مع الاخيان في النادي، لكن معناتها باش تصير شويه تنازلات مني انا على كلامي ونرجع، لكن حاجه هذه ما لقاتش معناتها تجاوب معين. على كل معناتها سي تان بتي بروبليم، على كل معناتها نادي وحد نزل وليته مازال ما نزلش، ثم ماتش براج والبراج باش يتنحى، دونك يوغا با براج وباش يقعدوا 18 جمعيه في الدوري السعودي، دونك ماهوش باش يصير ثم دخول. انا ريالمون سيت اون اكسبيريونس باهيه بالنسبه لي، انا شهر معناتها ما كنتش ننتظر باش نلقى حاجه كبيره سو لو بلون سبورتيف. خذيتها بدات لي دوز اوبجيكتيف بريمورديو بالنسبه لي، انا ان اوبجيكتيف ريليجيو بدات فيفر في المدينه كانت حاجه باهيه لكل انسان، بويسك انا تويكا عندي مدة شديد ثنية باهية. مش بكتفك عندي مدة شديد باهية. اسمع كل واحد كل اوبجيكتيف الثاني والاوبجيكتيف الثاني والاوبجيكتيف الثاني سيتي ان اوبجيكتيف فينانسي. الحمد لله معناها ربي يهديك. الحمد لله. وتوفي الثنية الباهية. والاوبجيكتيف الثاني كيما قلت لك سيتي ان اوبجيكتيف فينانسي. الاوبجيكتيف سبورتيف يافي ان 10% ا جوي باش نلعبوا عليه، مشيت مي سيتي با تيلمون معناتها دو بون كونديسيون. وعبد الكريم وينو؟ في صفاقس. في الشفيق زاده معاك روح. وصل لي وجه. وهشام السيفي شنو حوالو؟ والله سافا ماركي. إلي بيان ماركي إيكال لوي ميم بون معناتها. تو باهي المستوى نتاع والله النيفو متفاوت غازي متفاوت. ثم لي غران كلوب بعد ياسر على الهلال والاهلي والاتحاد. بعد ياسر على النيفو الاخر، لو نيفو مويان ثم 3-4 جمعيات وثم نيفو با في 3-4 جمعيات. لكن لو نيفو صحيح. كيف تشوف ماتش نتاع الهلال والاهلي اللي يشوف الماتش معناتها سيت ماتش في ريتم تاع الشامبيونز ليغ دوروب يعني، فهمت؟ سي ماتش دو تري تري او نيفو. كيما في تونس سي با مش حاجه كبيره، كيما في تونس سي لو كاز زاد ثم مباريات تشوف الكلاسمون معناتها باغ اكزومبل تشوف غادي الهلال والاهلي وقداش كلاسمون نومبر دو بوان في العام واللي تحت تشوف نومبر دو بوان كيما في تونس قبيله. اما نيفو بارابور على تونس حاب يسالك سي ان بو لا ميم شوز، ماهوش حاجه كبيره برشا. تبقينا ثم دوتر فاكتور يدخلوا في اللاعب، الانفراستركتور، تلقى دي تيران باهين باش تخدم فيهم، تلقى دي تيران باهين، الامكانيات متوفره، الامكانيات متوفره اكثر من تونس. ما تلقاش برشا، حتى تسمع شويه كلام نتاع نقص في الامكانيات، لكن من بعد كل شيء يلسو ريزو، ما يقعد حتى حد اللي عنده حق ياخذه، ما يقعد حتى حد بلاش حقه كيما سلوكا هنا في تونس. نكملوا مع الرابطه الثانيه اللي زاده كيف في مرحلتها الاخيره، نمشيو ناخذ ملخص لطبعا اخر جوله من الرابطه الثانيه مع سليم بن صالح. الجوله السادسه لمرحله البلاي اوف
عمل فيها نادي حمام الأنف خطوة كبيرة للصعود بعد انتصاره ضد سكاك الحديدة الصفاقسي، وانتصار ثاني على توالي الهلال الشابة تخليه يغادر الأول مرة المرتبة الأخيرة منذ بداية مرحلة الصعود. جولة تسجل فيها 4 أهداف وهي أضعف حصيلة منذ بداية المرحلة هذه، وضربة جزاء واحدة في هالجولة كانت القواف القفصة نجح في تنفيذها أيوب التليلي. مرة أخرى الورقة الحمراء حاضرة وكانت في وجه لاعب اتحاد تطاوين خليل القاسمي. مباراة سكاك الحديد الصفاقسي ونادي حمام الأنف كانت المواجهة الثانية بين زوز فرق في الرابطة المحترفة 2، وانتصار الجولة هذه للهمهامة هو الثاني ليه على الروي. انتصار يخلي فريق الضحية الجنوبية في المرتبة الأولى ب15 نقطة ويعزز الفريق على ملاحقيه ب7 نقاط، والانتصار هذا هو الرابع على التوالي وهي أفضل سلسلة للفريق في 46 مباراة لعبها في الرابطة 2. في المقابل هزيمة الرلوي هي ثالثة على التوالي وهي أسوأ سلسلة للفريق في البطولة منذ أكتوبر 2016. هزيمة تعقد وضعية السكاك اللي واصل تذيل المجموعة ب4 نقاط. الهدف الوحيد في المباراة كان بتوقيع الهداف عثمان السعيدي في دقيقة 68 ليصبح أول لاعب في تاريخ البطولة المحترفة الثانية يسجل في 6 مباريات متتالية. هلال الشابة نزل ضيف على اتحاد تطاوين في ثاني لقاء يجمعهم في الرابطة المحترفة 2. الهلال دخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد انتصار الجولة الفارطة وعودة الأمل في الصعود، واتحاد تطاوين بعد انتصاره على الروي في الجولة الأخيرة من مرحلة الذهاب كان هو زاد يرغب بتحقيق انتصار يخليه يشدد الملاحقة على نادي حمام الأنف. هلال الشابة تمكن من تسجيل هدف الوحيد في المباراة في دقيقة 40 عن طريق المدافع مجدي مخزومي، وهكا الهلال يصعد للمرتبة القبل الأخيرة ب7 نقاط بفارق نقطة واحدة على اتحاد تطاوين صاحب المركز الثاني ب8 نقاط. المباراة الثالثة استضافت فيها قوافل القفصة أولمبيك سيدي بوزيد اللي شاركوا في نفس المرتبة ب8 نقاط. زوز فرق يعرفوا بعضهم بما أنه لقاء الجولة هذه هو الثاني بيناتهم في الرابطة المحترفة 2 بعد زوز مقابلات في الرابطة الأولى. الأولمبيك بدر بالتسجيل في دقيقة 59 عن طريق عبد القادر ضو، وفي دقيقة 84 أيوب تليلي عدل القوافل عن طريق ضربة جزاء، وهكا الأولمبيك يعجز مرة أخرى على الانتصار خارج القواعد في الموسم هذا بعد 6 تعادلات و6 هزائم، في حين القوافل ما ينهزمش كل ما يقبل هدف الافتتاح. تعادل قد لا يرضي أولمبيك سيدي بوزيد اللي ما عرفش يحافظ على الأسبقية في النتيجة، والتعادل هذا يخلي زوز فرق في المركز الثاني ب8 نقاط صحبة اتحاد تطاوين. الجولة القادمة باش يستقبل فيها نادي حمام الأنف قوافل القفصة، اتحاد تطاوين ينزل ضيف على أولمبيك سيدي بوزيد، في حين هلال الشابة باش يستقبل الرلوي. ناخذوا النتائج تاع الرابطة الثانية ها قدامكم. الجولة الأولى قوافل القفصة تعادل مع أولمبيك سيدي بوزيد 1-1، فوز هلال الرياضي الشابي على اتحاد تطاوين هدف مقابل 0، وانهزام سكاك الحديد الصفاقسي أمام نادي حمام الأنف هدف مقابل 0. أو الترتيب حمام الأنف في المرتبة الأولى 15 نقطة، المرتبة الثانية اللي كل من اتحاد تطاوين وقافل قفصة وأولمبيك سيدي بوزيد 8 نقاط، الهلال الرياضي الشابي المرتبة الخامسة 7 نقاط، والرلوي سكاك الحديد الصفاقسي في المرتبة الأخيرة 4 نقاط. كلمة حمام الأنف ساق وإصبعين في الرابطة المحترفة الأولى، ساق وإصبعين ياسير مش كاترورتي، ساق وإصبعين. والهلال الشابي اللي كان دو جورني جولتين تالي كان الناس كل ظن اللي هو خارج سباق يرجع بانتصارين متتاليين يعطي الصحة 7 نقاط. ما نساوش اللي عنده إثارة ضد أولمبيك سيدي بوزيد باش يقع النظر فيها في خذون الأسبوع هذايا، دونك ترجع معناها منافسة كبيرة برشا ما بين خمسة فرق تلعب على براتيكمون دونك البلاصة الثانية وتلعب على البراج، دونك حتى الصفاقسي الرلوي مازال كونسيرني مازال معناها مهتم بالصعود، ما فما ما تلعب حتى شيء. حمام الأنف ظهر لي على بعد 5 ولا 6 نقاط معناها باش زوز نقاط زوز نقاط زوز نقاط معناها تربح ماتش تأكد رسميا تلعب مع قفصة هي المرة الجاية. النيفو ماهوش خايب غازي، انا تابعتهم لي ماتش اللي تعداو في التلفزيون الكل شفتهم. حمام الأنف معناتها في ثنية حمام الأنف ما كانش مرشح على البلاي اوف، ولا هذا شنو باش نقول لك معناتها لافون في الدينيغ جورني نتاع البريود نتاع الفاز الاولى معناتها حمام الأنف في 3 ولا 4 اكيب قدامهم يفالي فيغ يفالي يصير 3 ريزولتا فافوريزي هي باش تعدي، دونك من نهارتها تحسها معناتها حل باب العرش نهارتها حمام الأنف، وان بوفي با ريفوزي لو كادو اللي جا من دو سيل كيما نقولوا. لو فينومين السعيدي الوليد ما شاء الله عليه سور 9 بوت مركي 8 بونتوات معناتها وين كان وين وين صبح، انا بيرسونيلمون ما
ما سمعتش عليه حتى شيء قبل ما نتفرج في البلاي اوف. دونك سيت ان فينومين ان اتاكون علي ماركا انواع البونتويت الكل، ماركا لي بولاريتي، ماركا براس، ماركا راس، ماركا كل شيء، فاهمي من الاخر، ماركا كل شيء. دونك سيت ان جوغ باهي. هلال الشاب حتى ولو كان تخسر كان تقدم في مردود محترم جدا. حسب رايي انا احسن جمعيه لعبت كوره، معناتها ابار عم لنف احسن جمعيه لعبت كوره في لي ماتش الاخرين هي هلال الشاب. فما سيدي بوزيد وقفصه زاده اللي طبعا حاسينه وتطاوين، مازال تشويق، وتطاوين معناها مازال تشويق كبير في بطوله الرابطه المحترفه الثانيه. ناخذوا نتائج نتاع كره اليد الجوله 20 ولا كره الطائره، ولا نبداو بالكره الطايره؟ باهي نبداو بالكره الطايره. ذهاب دوري نهائي كره طايره، ترجي كان تفوق على نادي صفاقسي 3-0 هذا في مباراه الذهاب. نصف الجوله امامنا الجوله استنى اياب دور نصف نهائي بطوله كره السله، الاتحاد المونستيري كان تفوق على نجم الساحلي 73-59 ونجم حلق الواد انهزم من نجم الراسي 103-79. مباريات من الطراز العالي في كرة السلة. نجم الراسي ترشح الدور النهائي، مباراة فاصلة ما بين نجم الساحلي ومستير نهار الأربعاء في سوسة. أيوة هاو سيدي أعطيت المعلومة كل اختصاصات كل اختصاصات يحل حب باسكيت كل عقضية الكل بيج بونج نهار السبت من ماضي ساعتين وأنا نتبع وأنت تتبع هيليس. الجولة 20 بطولة كرة اليد، جمعية الحمامات انهزم من الافريقي 30-28، نصر طبول بتعادل مع الفتحلي 25-25، ترجي الرياضي تفوق على نادي كرة اليد بجمعية 30-11، مكارم مهدية تفوق على نادي هيبون 31-27، سبورتينغ المكنين تصارع على نادي سقيت الزيت 29-23، وانهزام اتحاد منزل 2 من بعث من خيار 32-29. هاو الترتيب، النجم الساحلي في المرتبة الأولى ب 57 نقطة، المرتبة الثانية للترجي 54 نقطة، المرتبة الثالثة نادي الإفريقي 48 نقطة، المرتبة الرابعة مكارم هدية 47 نقطة، وفي المرتبة الأخيرة نلقاو اتحاد منزل تميم في المرتبة 12 ب 24 نقطة. إشارة لبعض التتويجات وتألق الإطارات التونسية في كرة اليد في قطر. فهمي فوز المدرب مساعد الأسبق المنتخب ثابت محفوظ بلقب الدوري القطري مع فريق الدحيل، حتى في الهوند زاد كيف كيف الدحيل هو الكل في قطر. الإطار الفني لفريق الدحيل يضم أيضا المدرب المساعد التونسي رياض بن عزيزة، المعد البدني التونسي نبيل الضاوي، ولاعب سابق للترجي جابر اليحيوي. تبارك الله التوانسة متألقين، وهذا أول تتويج لهذا الفريق بعد عملية الدمج طبعا مع الجيش ونادي الأخوية. نبقاو مع كرة اليد كيف كيف، توج لاعبنا دولي سابق لكرة اليد سليم الهدوي ببطولة الدوري العام الإماراتي هو أمامكم في بداية الأسبوع مع نادي الشارقة الإماراتي، اللقب هذا هو الثاني على التوالي والخامس مع نادي الشارقة. كذلك مبروك سعود القسم الوطني A لكرة اليد لجندوبة الرياضية وشبيبة الشيحة اللي صعدوا الشيحية قلت الشيحة الشيحية صعودهم للقسم الوطني A لكرة اليد، وذلك في عقاب الجولة السابعة من مرحلة الصعود بعد فوز جندوبة على الملعب التونسي 28-19 وفوز شبيبة الشيحية على الاتحاد صيادة 23-21، فمبروك لهم. ناخذوا عناوين الصحف، ناخذوا ايه اش عندنا؟ البيان، البطولة الرابطة الأولى، الإفريقي يعيد للنجم وصفاقسي الروح، وبين بن قردين وجرجيس حساب مفتوح بعد أن حقق صعود الرابطة الثانية والثالثة. مبروك صعود الجبنيانة والكرم. ثم الشروق، هيئة الإفريقي تخطط لإقالة مارشان والرابطة الأولى، السباق كيفاه؟ الثانية يشتد ومعركة النزول تحتد. ثم المصور ضوء الأحمر اشتعل من بن قردين وجرجيس ومدنين. ثم من يتوج المسيرة بالأميرة طبعا بين البزرتي والإفريقي والنجم وجليزي ومرحم ودي. يقول نحتاج 6 مليارات لنهاء الموسم وأمامنا خطايا بأربع مليارات ونصف علينا تسديدها. ملا شيء كبير. ثم هيئة النجم شنو اللي يقول هيئة النجم المصور؟ ريت العنوان اش فيها؟ نهاية هذا الشهر الذهاب إلى الفيفا. به من بعد نمشي واللي تونس بدو لو سي بي سور 131 لو سي اس اس 31 بوان في سون شو هات به شوات معناها ديما يلعبوا على الكلام شوات هاكا شو ويكمل بالات. ثم
نمشيو لل عامل كري عامل كري بامي لا بريس جليل المستير امامكم السبور ديال نيكزيستو با والملف كاستيت شينوا ثم لانفيتي دو لاندي شكون صابر خليفه مهاجم نادي افريقي جو مو دو ديدي لو سي ا ديفونير ميور هاي ياسر هذا وراوف بن سمير في فقره سوفونير سوفونير او ذكريات ذكريات عندك متعلق زادا ما ريتاش على مراد العقبي وعونا بمشاكل الدفاع ولذا قررنا مهاجمه بلجيكا وانجلترا هاي ياسر تعديت بكري باهي ما بساعات عجبتني عجبتني ياسر باهي برشا الاخر عرفنا الهجوم صحيت الاخر عرفنا النوايا شي عرفنا النوايا كاس العالم قلنا نلعبوا الكره هكا والنتيجه اللي تجي مبروك الحمد لله شكرا لك صدق يعطيك الصحة هاني شكرا لك ماهر فامي يتبع اوقاتهم تاعها على الوطنية الأولى تصبح على خير